روق دمي. خلاص دمك اتعكد تشرب لك سيجاره تروق دمك. ثانية واحدة. حضرتك بتعمل ايه؟ هطلع عيب السجاير. لا 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 لا. اوعى تعملها، اوعى تعملها. طب ما تعملهاش تاني ها؟ اتفضل. ممكن ولا؟ اتفضل. أنا متشكر جدا إنك سيطرت على انفعالي. أنا كنت هقتله. يا راجل تقتل مين؟ معقول أسرع. حلم سيد الأخلاق، العفو عند المقدرة. يلا قوم شوف أنت هتشتري إيه وأنا مستنيك. يلا. أنا مش جاي هنا علشان أشتري. أنا جاي هنا علشان طالبين مستخدم واحد من حملة ابتدائية لوظيفة واحدة خالية. وجناب سعادتك لمؤاخذة عاطل؟ أيوه. ما شاء الله. وحضرتك بتشتغل إيه؟ لا أنا من الأعيان. من الأعيان؟ أيوه، يعني في ناس بتعيني. أنت متأكد إن مفيش غير وظيفة واحدة بس خالية هنا؟ فكرتني، أحسن يكون كارت التوصية وقع مني. أهو. إيه ده؟ وهنا كمان بالواسطة؟ طبعًا يا منشير، بس مش أي واسطة. معاك كارت تضمن الوظيفة، ما معاكش كارت تضرب دماغك في الحيط. يا ساتر، ده وأنا امتحان البكالوريا. أمال لقيت إيه الواسطة بقى؟ وأنت كمان واسطتك ما نفعتش؟ مش عارف أجيب لهم توصية من مين؟ أكتر من طباخ الملك شخصياً. ادي طباخ الملك والكوسه بتاعته اتحرقت. لا مؤاخذه حضرات، ساعه للراحه وحضراتكم. البهوات عواطيه وانا مرافق. اتفضل سعادتك. انما ما قلتليش سعادتك، انت وسطتك مين بالظبط؟ المهلبيه البغاشه. انا وسطتي نواعي. نواعي بقى دي يا اكسلانس حاطه القصر واللي جوه القصر في جيبها. دي هترقص الوزاره؟ هي بترقص برضه، بس مش بترقص الوزاره، بترقص للوزاره على واحده ونص. رقاصه. الحمد لله ونعم بالله. كارت القصه نواعي له مفعول السحر، بيعمل للواحد قيمه. قيمه ايه بقى يا راجل؟ قيمه ايه؟ راجل دورك على قفاك في الشارع بره وانت سبته. تقولي الحلم سيد الاخلاق والعفو عند المقدره، انت ما عندكش كرامه يا جدع انت. وانا مسك الزمارة تقابته، سيب الكتاب ده معايا، سيبه لي انا هستناك هنا. اخرج مسك الزمارة تقابته، ده قال كلام بطال على ست الوالدة. يمكن ما يقصدش. ده انت جبل اللي جاب لنا. بصراحة ده غير الكلام اللي قاله على عمتك. ايه ده؟ جاب شيرة عمتي؟ ايوه. مالها انا واعم؟ عمة سعادتك الرقاصة؟ ايوه، بس ما دام جاب سيرة عمتي انا بقى مش هسيبه. اوعى تسيبه، ده شرف الرقاصة يا راجل. وادي واحد خلصنا منه، وادي كارت اكبر واسطة فيك يا مصر. خلاص يا عمو، انا بيت وزيت، مش عايز اعمل حد بعد كده. يا ساتر، حاجة تشيط ولا الأخبة؟ أعمل لك إيه؟ طيب خلصت نهاية الكارت.
ايه ده؟ في ريحة غريبة. والريحة الغريبة دي هتيجي منين؟ أنا بقالي تلات أيام ما أكلتش. عبده. أيوه هو عبده من ساعة ما أنا خدت المحل وهو معبى المكان بصراحة. لا 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 دي ريحة شياط. ظهر وصلتك رئيس أنا من المطاف وجاي تعمل لي مفاجأة وتولعني في المحل. هي من حيث وصلتنا بتولع فهي بتولع، بس مش بتولع في المحل. بتولع. بتولع في شكلنا. بتولع في شكلنا وعمل سجارة. اقوم السجاره الورقه في الجاكيته كوبايه ميه عبده كوبايه ميه من كل الله الجاكيته اتعرقت هي يا بني ادم انت ده حاطط عقب سجاره مولع في جيبك بدل ما ترميه حضرتك لما تبقى ماسك 1000 جنيه بتحطه في جيبك ولا بترميه لا 1000 جنيه في جيبي طبعا خلاص السجاره بالنسبه لي 1000 جنيه خربان بقى لي 3 ايام عشان اخش جنابك لازم اطلب السجاره فانت حطيتها في الجاكيته ولعت هاي خلص هات الكارت نعم نعم الله عليك يا سيدي هات الكارت يا احنا مؤاخذة دلوقتي وصلتنا من غير كارت وصلتنا اكبر بكتير وصلتنا ربنا تنفع تمشي معاكم هتمد ايدك هبهدلكوا دنيا خلاص انا اسف بعتذر لك انا دخلت لسعادتك من غير واسطه كلنا بدنا الجاكيته اللي عامله الواحد قيمه اتحرقت يلا واحد يأيفها زديري سلام عليكم استنى عندك نعم انت جاي لي من غير واسطة ايوه جاي لك من غير واسطة دخل علي مكتبي طالب وظيفة من غير واسطة ايوه دخل جنة سعادتك من غير واسطة اشنقونا بقى وعايز تشتغل امال جاي ارقص لا انا ماليش في الشغلانة دي اوعي لك خالص اوعى ده انتوا محل نجس صحيح اوعى اوعى يا سيدي انا اسف انا بعتذر لك انا اسف ومعيش واسطه اروح اموت يعني اول واحد يدخل عليا مكتبي من غير واسطه انت اللي تستاهل وظيفه اقعد اقعد يا ابني اسمك ايه اسمي حسن حسن ايه حسن عاشور عاشور ايه طيب فرصه سعيده خواجه شكرا معلش اصل انا افتكرت انا شغال في حته تانيه معلش انا شغالكم سالفه الدكتور مايل قدامكم يا ابني اقعد مش هينفع يا خواجه مش هينفع انت طالب حاجه غريبه عاشور ايه ما هي دي المصيبه لو قلت لك اسم جدي فعلا المحل هيولع او هخسر وظيفه يا بني ادم قول لي اسمك ثلاثي انا خلاص خدت القرار بتعيينك طب بس من غير تريقه لا لا اسمي حسن عاشور ابو طلال وايه يعني ما يكون اسم جدك ابو طلال مش عيب اما يكون اسم جدك ابو طلال ما لو اسم جدك ابو شفشك ابو شفشك ابو شفشك ده يبقى راجل مسخره ابو شفشك وعملته سكريه ابو شفشك بموسك المقمش يتدلدل احترم نفسك شفشك ده يبقى جدي يطلع لي شفشق على ترابيزه واحده بس شفشق وطبق اهو كله صيني لا بس صيني عن صيني يفرق الطبق حيالله يتلح ويسوي الحسن انما الشفشق يا خواجه الشفشق ابو ايده بوز يمسكوه من ايده ويمدوا بوزهم في بوزه بيبوسوه ايوه تعال 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 اسمع يا حسن أيوة. انا ما احبش الهزار يا حسن مفيش هزار انا احب الجد موجود احب النباهه موجوده احب ال موجوده لا لا موجود. كله موجود ليه النباهه لا 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 المفهوميه ليه لا اللحلحه لا 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 الاستقامه لا 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 ليه تحب الامانه الايه يا ابني تعرف يا عبد تخلصني من المصيبه اللي انا فيها دي الا اي حاجه مش مهم الدماسة يا بني ادم الدماسة خدتها من على لساني الدماسة موجودة موجودة اسمع انا عايزك تبقى مفتح مذاكرة موجود شغلك في الشغل هنا هيبقى ايه؟ هيبقى ايه؟ هيبقى منيل ب60 نيلة كل شوية مطلوب مني افكر انت عايز تقول ايه؟ الكلام ده يا سودة مستقبلك في الشغل هنا هيبقى مستقبلي مش عايز اعرفه مش مهم المهم شغلني عشان ابقى اوصل لمستقبلي
لا 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 اي حاجه هيبقى اي هباب هقول لك وانا طالع معاش اعملها لي مفاجاه اي حاجه هيبقى منيل هيبقى ما انا بقى ساعتها بقى هبقى عرفت بقى مستقبلي اللي فات ده كله ايه والله ما تتعب نفسك استنى يا والنبي ما تتعب استنى يا هيبقى اي حاجه استنى خلاص مستقبلك هيبقى كده خلاص هيبقى انت بتفتح الشقه انت بتشوفني الفنجان خلاص اي حاجه والله ما انت ناطق خلاص ما تفكرش سلمني الشغل خلاص خلاص هيبقى كبير يا بني ادم يا سلام تعبت ساعتك ايوه كبير دي اللي كانت تايهه ايوه يا زمانك تبقى كبير انا هتعب مع الراجل ده امسك ايه ده كله ايه ده كله احنا لحقنا يا خواجه مش انت يا ابني مش انت امسك يا ابني هات لي خمسه ركب خمسه ايه ازاي يعني ايه ازاي يعني تم اللي جسمك على استفهام ده انا صدقنا قال جمله مفيده قال لك خمسه لكن ما لو كان قال لك خمسه 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 ايه خمسه ايه وطلع عينك قال لك خمسه لكن مش محتاج انا فهميه دي معلش يا حسن اصل الولد ده جديد هنا مش مساله جديد ولا قديم مين الحمار اللي عينك الله مش قصدي قصدي مين وسطتك وسطتك مين معقوله تبجح في الخواجه وتقول له خمسه ايه خمسه لكن مش محتاج انا فهميه هات انا اجيبهم لا 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 يا حسن لا يا حسن ما صح مصحش يا خواجه مصحش يا خواجه الشغل مفهوش صح ولا مصحش ايوه الشغل فيه واحد مفتح وواحد مش مفتح المفتح ما يوقفش ما يوقفش ايه؟ ايه؟ ما يوقفش ايه؟ ساكت لا ما يوقفش ايه؟ ما بيتكلمش لا 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 المفتح ده ما يوقفش ايه؟ لا ما انا هطلع عينك ما يوقفش ايه؟ ايه؟ على عينك حالا ما يوقفش المفتح ما يوقفش ايه؟ متنع يا بني ادم خدام على لساني والله انا اتعب مع بعض لا 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 خمسه لكي ايوه خمسه لكي انا مفهوميه خمسه لكي بقول على لسانك يبقى اقول لبيوم افندي ياخد باله من الحسن ده باين عليه ابن حلال حاضر يا خواجه ازيك